على من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، رحل شاهدا لمن قام به حق القيام. رحل هذا صلى فيه وفرط في جنب الله عز وجل، ولم يقم بما أوجب الله عليه فيه. إن العين تدمع والقلب يحزن، وإنا بفراقك يا رمضان لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. أسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من هؤلاء المقبولين الذين ختم الله لهم في شهر رمضان بالرحمة والمغفرة والعتق من النار والفوز بدار السلام، وأن يعيده علينا ونحن في أن